ياسر الأكل برا. أهلاً، أنا سعاد زوجة ياسر. زي ما أنتم شايفين زوجي في الحجر المنزلي، وإحنا مهيئين له المكان بالضبط زي ما وصلتنا وزارة الصحة. الصحون اللي يستخدمها ياسر صحون استهلاكية، استخدام مرة واحدة بعدين يرميها بزبالة وانتو بكرامة. ويومياً قبل ما أدخل غرفة ياسر أعقم يدي، ألبس الكمامات وأترك على الأقل بيني وبينه مسافة متر. ياسر؟ ممكن توخر متر عن الباب؟ ويومياً لازم أنا وياه نتابع فحص الحرارة. كم درجة الحرارة؟ 37. ولو كان في أي ارتفاع بدرجة الحرارة على طول نتواصل على الصحة رقم 937. الحمد لله تأقلمنا على الوضع، خلص أسبوع وباقي أسبوع، وطبعاً كل هذا يهون في سبيل أحبابنا وأطفالنا. هلا ماما.